السلام عليكم إخوان، أهلا وسهلا وجمعة مباركة. دونك بغيت نقول لكم في هذه الحلقة هذه، دونك درت وقيلة شي ثلاثة الحلقات على دعم السكن. دعم السكن ديال 10 المليون و7 المليون. دونك هنايا ملي ذكرت في الفيديو الأخير ديالي قلت بأن هذاك الشيء اللي غيستافدوا منه هما الأسر. جاوني تعليقات بزاف تيقول لك لا ما يمكنش، ولا هذيك غير شويه ديال الحساسيه، لان مادام تيكون باقي عزري تيكون راسو تيخصو يدير الدويره، يدير الطوموبيل، شويه يجمع فليسات عاد يتكل على الله يتزوج. ولكن انا ماشي انا هو اللي داير هذا المشروع المرسوم، ولا انا اللي داير دي. ودرت هذه الحلقه ديال اليوم باش نبين لكم المصادر اللي كاينه. قلبت لقيت مصادر اللي غادي تثقوا فيها نتوما. تنظن انا بان التلفازه والاذاعه الوطنيه دوزام غادي، يعني ما غيمكنش تقول شي حاجه اللي ما كايناش. دونك ها هو غادي ندير هذا المقطع، هذا غادي تفرجوا فيه، غادي تشوفوه، ديال واحد دقيقه. وديك الساعه غادي ندير واحد الفيديو من داك الكلام كاع اللي قلت انا، باش قلبت على المصدر باش كنثبت ديك الهضره اللي قلت لكم انا، باش ما تقولوش هذا غير كيخربق، ولا بحال بعض التعاليق القليله ماشي الكثير الله يجازيهم بخير، ولكن بعض التعاليق اللي تيقولوا بان بحال ما تقبلوش ديك المساله، ولا تيقولوا بان هادشي ما كاينش. دونك هانتوما بقاو معنا. كل مغربي تاخذ الدعم. كل مغربي تاخذ الدعم بالضبط. مزيان. واش كاين شي سن محدد؟ ما كاينش سن محدد، هو مفتوح لجميع الفئات العمريه، فقط خص تكون اسره. كيفاش غايديروا الناس باش يستافدوا من هاد 7 ولا 10 ديال المليون؟ الفلوس ما غياخذهمش الناس في يديهم. هاد الشيء غادي يتم عن طريق النوتير. موتير. يمشي السيد كيشوف الدار اللي عجباتو بالثمن اللي عجبو، كيمشي عند الموثق تيدير واحد وعد بالبيع. كيدير وعد بالبيع كيتم البحث عليه. ديك الساعه كتجي الموافقه من 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 الوزاره. ملي كتجي الموافقه على الدعم كيشوفوا واش هذا السيد عنده شي حاجه في عنده دار في الملك ديالو، كيدير البحث هو ولا الزوجه كيدير البحث بالضبط. الا عنده شي حاجه اخرى من غير دار راه هذا الشيء ما يكونش عائق. دونك خص تكون عنده دار، الا عنده ارض ولا دار، حيت هذه السكن خص تكون عندك سكن. هذه ديال الدعم ديال السكن الرئيسي للناس اللي ما عندهمش سكن. ما عندوش سكن. تنظن تاكدتوا هذا راه راديو دوزام. راديو دوزام ما غاديش يجي ويهضر، راه ماشي يوتيوبرز ولا شي واحد اللي عنده صانع محتوى. دونك راديو مصدر موثوق به. دونك غادي ندوزوا دابا، غادي تتبعوا معايا تقريبا واحد 5 دقائق، وتقريبا بحال هكا 5 دقائق ولا عبر يعني شاشه التلفاز دوزام، المصدر ديال دوزام. هانتوما غادي تسمعوا التفاصيل ديال هذوك ديال داكشي اللي قلت انا، هتشوفوا التفاصيل ديال داكشي اللي قلت انا. وباقي واحد المساله اخرى باش تكون في العين ديالكم، راه غادي يذكرها هذا السيد في نشره الظاهره ديال دوزام، بان مشروع بان المشروع ديال المرسوم راه خرج كاين، يعني بما ان داكشي تحط بين يدي صاحب الجلاله الا وراه توثق. غير الشروط يعني مازال كاين بعض الاسئله غادي تلقاو الاجوبه ديالها ملي غادي يخرج المرسوم، يعني غادي يخرج المرسوم قبل شهر يناير، يعني في هذا الشهر الماجي ولا الشهر اللي من موراه راه غادي يخرج كاع جميع الشروط اللي غادي تكون للاستفاده من دعم السكن 2024. دونك تبعوا معنا هذا الباقي من الحلقه، وتبارك الله عليكم الخوت، والسلام عليكم. من سيستفيد؟ كيف؟ وماذا عن حجم الدعم الذي سيقدم لكل شخص سيقتني مسكنا؟ أسئلة يبسطها عبد الفتاح مومن في البلاتو. بلاتو ظهيرة، أهلا بك عبد الفتاح. أهلا سناء. طبعا ماشي هو أول برنامج اجتماعي، لكنه برنامج اجتماعي مختلف هذه المرة، لأنه لأول مرة الشخص اللي غادي يشري سكن رئيسي غادي يستفد من دعم مالي مباشر. نعم سناء، وكما قلت يعني هو برامج كثيره انطلقت في المغرب منذ 20 سنه تقريبا، هذه 20 عام باش بداو الناس كيستافدوا من الدعم. كنعرفوا الناس اللي يستافدوا من الدعم ديال السكن الاقتصادي، الناس يستافدوا من الدعم ديال 14 مليون لي زابارتمون اللي كانوا ب 14 مليون. اليوم اللي كاين جديد جوج ديال الحوايج، اولا دعم مباشر، ثاني حاجه هو اننا كندخلوا حتى الطبقه المتوسطه باش تستافد اللي كانت مستثنيه من المرحله الاولى. دعم مالي مباشر واش غادي ياخذوا الشخص اللي غادي يشري ام الموثق؟ لا غادي يكون الموثق بطبيعه الحال، كدير وعد بالبيع كتجيبوا عند الموثق، والموثق هو اللي كيدير الاجراءات الاداريه
مع السلطات الإدارية راه تكون مكلفة. إذا البرنامج الجديد اللي غادي يدوم 4 سنين من 2024 2028 هو استمرار لمبادرات توفير السكن بالمغرب، كان مشروع السكن الاقتصادي اللي كيطبق في المغرب هذه 20 عام، ومشروع السكن اللي كيدير 14 مليون سنتيم اللي عندهم دخل ضعيف. هاد المشاريع استافدوا منها ملايين ديال المغاربه. البارح جلاله الملك تراس جلسه عمل لمشروع جديد سميتو برنامج المساعده على السكن، هو اكبر من هاد البرامج اللي دازو، من حيث الناس غادي يستافدوا اولا من حيث القيمه ديال الدعم. قبل كان غير الناس اللي عندهم دخل مادي محدود او ضعيف هما اللي كيستافدوا من الاعانه اللي وصلت 4 مليون سنتيم. اليوم حتى الطبقه المتوسطه تقدر تستافد من اعانه الدوله، ومبلغ الاعانه سنه يقدر يوصل حتى 10 مليون سنتيم. ما هي الفئات اللي غتستافد من هذا الدعم المالي المباشر؟ كما قلتي في التقديم ديالك، يعني فئات جميع المواطنين المغاربه سواء كانوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، ولكن بجوج شروط. اول ما يكونش عنده السكن في اللحظه فاش باغي يشري، انت باغا تستافد شمال طبيعه الحال. ثاني حاجه هو الناس اللي يكونوا ما استافدوش من البرامج الاجتماعيه اللي دازت، يعني مثلا الناس اللي شراو سكن اقتصادي قبل راه ما داخلينش في هذه العمليه لانهم كانوا ديجا استافدوا من عند الدوله. اذا البرنامج الجديد اللي غادي يبدا في شهر 1 من السنه الجايه، يعني من هنا لثلاث شهور، الهدف ديالو يعاون المغاربه اللي ما عندهم السكن ويصبح عندهم، والدوله غتعاونهم باش يتغلبوا على هذا المشكل. اللي عنده الحق يستافد المغاربه سواء المقيمين بالمغرب او بالخارج. ثانيا اللي ما خصهمش يعني يستافد يكون عنده السكن، بمعنى من اللي يبغي يشري ما خصش يكون عنده السكن مسجل بالمحافظه العقاريه، يعني خاصو يكون محتاج السكن الرئيسي، ماشي مثلا واحد باغي يشري دار في البحر ولا مدينه اخرى ولا باغي يشريها باش يكريها، راه هادو ما عندهمش الحق يستافدوا. ثالثا ما يكونش استافد من شي نهار من شي برامج الدعم ديال الدوله في السكن، مثلا الناس اللي استافدوا من السكن الاقتصادي ديال 25 مليون او لا ديال 14 مليون ما عندهمش الحق في الدعم. كذلك بعض الفئات التي استافدت من الاعانه من الاسكان في السكن الصفيحي راه ما عندهمش الحق يستافدوا. الناس اللي خداو بارتمات اول ولا اراضي راه استافدوا، ما يمكنش يستافدوا مره اخرى. اذا باش نبسطوا اكثر، الناس اللي خداو في السكن ديال 14 مليون والناس اللي خداو في السكن ديال 25 مليون والناس اللي كانوا ساكنين في الكريانات وخداو بارتمات ولا اراضي راه ما داخلينش في هذه العمليه. ولكن السؤال، الناس اللي توفرات فيهم الشروط المنصوص عليها، واكيد غيكون توضيح اكثر لتفاصيل هذا البرنامج، شحال قيمه الدعم؟ قيمه الدعم كتختلف على حسب قيمه ديال المشترى ديال السكن. يعني الا كان السكن مثلا الناس اللي غيشريو قل من 30 مليون، يعني خدا واحد مثلا الشقه قل من 30 مليون، هاد الناس غيستافدوا من 10 مليون. لاحظوا على انه يعني كاين زياده بالنسبه للناس اللي عندهم دخل اقل، غياخذوا 10 مليون، والناس اللي غيشريو اكثر من 30 مليون وقل من 70 مليون غيستافدوا من 7 مليون ديال يعني السنتين. السكن يكون من 30 مليون حتى 70؟ لا، الناس اللي يكون قل من 30 مليون، شرا ب 27 28 24 هادو غيستافدوا من 10 مليون، ما خصوش يفوت 70 مليون، ما خصوش يفوت 30 مليون. الناس اللي غيفوتوا فوق 30 مليون وقل من 70 مليون غيستافدوا من 7 مليون، الناس اللي فايتين 70 مليون ما داخلينش في هذه العمليه. إذا الملاحظة الأولى هو الزيادة في قيمة الدعم. السكن أقل من 30 مليون سنتيم غادي يستافدوا من 10 مليون ديال السنتيم، والناس اللي غادي يشريوا بارتمات ولا ديور أكثر من 30 مليون وقل من 70 مليون سنتيم غادي يستافدوا من 7 مليون ديال السنتيم. وباش تقدر الدولة تواجه الطلب ديال هذا السكن غادي تحدث 12 وكالة جهوية ديال التعمير والإسكان، وفي الأيام الجاية غادي يخرج مرسوم حكومي غادي يشرح فيه بزاف ديال التفاصيل. سنة مثلا كاين بزاف ديال التفاصيل اللي خصنا نعرفوا. كاين مازال الأسئلة، مثلا كيقدر يكون أن كوبل باغي يشري سكن مشترك، الزوجة 50% والزوج 50%، واش غادي يستافدوا بجوج؟ كاين حالات الآن مثلا شاري هو عنده 50% ولا عنده 30% في واحد الدار مثلا، واش هو كتعتبر عنده ملك ولا ما عندوش الملك؟ هادشي كله غيشرحوا المرسوم الحكومي اللي غيتصدر قريبا كما جاء في مجموعه من منابر، على انه غيكون مرسوم حكومي اكيد انه غيكون قبل من يناير، باش يشرح لنا مزيد من التفاصيل فيما يخص طرق الاستفاده وفيما يخص الحالات الخاصه اللي يمكن تكون في هذا الموضوع. اكيد غنرجعوا لهذا الموضوع طبعا بتفصيل في كلمه القانون. شكرا لك عبد الفتاح مؤمن. شكرا سلام.